السلام عليكم، بعتذر عن التأخير. وبعدين بخصوص تكملة الفصل الثاني، بإذن الله الأستاذ يحيى مؤلف كتاب الرائد هيشرح بقية الأسئلة الفصل الثاني، هتلاقوها بإذن الله في قائمة حلول كتاب الرائد على الفصل الثاني، وهسيب الفيديوهات دي موجودة في صندوق الوصف. أما بخصوص شرح الفصل الثالث، هبدأ النهاردة حل أسئلة الفصل الثالث من كتاب الرائد. وبخصوص الشرح الفصل الثالث هتلاقوه في قائمة حلول كتاب الرائد على الفصل الثالث، وهسيب الشرح في صندوق الوصف. هنبدأ دلوقتي. أنا عندي لمبة، اللمبة دي موجودة في مسار مغلق، ولكن ما عنديش مصدر للتيار الكهربي، فاللمبة دي محكوم عليها إنها عمرها ما هتضاء بالمفاهيم بتاعتنا، لأن ما لا يوجد مصدر للتيار الكهربي. طيب لو انا جيت قربت من اللمبه دي مغناطيس بالمنظر ده، انا جايبه مغناطيس كهربي وبدات اقرب منها وابعد، هلاحظ، مش عارفه انتوا شايفين الاضاءه ولا لا، ممكن تشوف الخيال حتى في الورقه، هنلاقي الاضاءه بتروح وبتيجي. ليه اللمبه بتنور اساسا وانا ما عنديش بطاريه؟ واشمعنى الاضاءه لحظيه والإضاءة دي بتروح وبتيجي، ما هياش إضاءة ثابتة؟ وليه الإضاءة دي ليها علاقة بالتقريب والإبعاد؟ يعني لما أنا بقرب أو أبعد بتبقى فيه إضاءة، ولما أنا بثبت مش بيبقى فيه عندي إضاءة؟ لو أنتم ملاحظين الإضاءة هتكون ظاهرة في خيال الورقة. قفلت الفلاش بتاع الموبايل علشان بس تبقى الإضاءة ظاهرة، أظن كده الإضاءة ظاهرة قدامكم، كده اللمبة منورة أهي. لما أنا بحرك الإضاءة لحظية، الإضاءة بتروح وبتيجي، هي دي الإضاءة اهي، الإضاءة لحظية مش بتستقر، والإضاءة بتروح وتيجي وليها علاقة بالتقريب. يا ترى ايه هي الظاهرة دي، وايه المعلومات اللي المفروض نفهمها عن هذه الظاهرة؟ ده الملف اللي كان معانا وموصلين معاه جلفانومتر. ممكن حد يستغرب الجلفانو هيعمل ايه ولا هينحرف ازاي اذا ما كانش فيه بطارية، لان احنا دلوقتي محددين ان مفهوم المصدر الكهربي هو البطارية. ممكن يكون عندنا مصادر للتيار الكهربي غير البطارية، وده اللي احنا هنشرحه في الفصل الثالث. طيب ده مغناطيس بيقترب، ده مغناطيس طبيعي، اما اللي انا كنت بستخدمه في التجربة مغناطيس كهربي عادي. فلما بنيجي نقرب او لما بنيجي بنبعد، المغناطيس بينشأ تيار كهربي، والدليل انحراف مؤشر الجلفانومتر. لكن اذا ثبتنا المغناطيس في الحالتين دول بيتوقف انحراف مؤشر الجلفانومتر، دليل على توقف مرور التيار الكهربي. يا ترى ايه السبب؟ السبب ان واحنا بنقرب المغناطيس ده، المغناطيس ده مش بيقرب لوحده، ولكن بيقرب مع خطوط المجال. احنا عارفين ان خطوط المجال بتخرج من القطب الشمالي تروح للقطب الجنوبي، بتخرج من القطب الشمالي تروح للقطب الجنوبي، وهذه الخطوط اهي هتبدأ تتشابك مع لفات الملف المجاور. يبقى بحكم الجوار، فإن الملف دون بتتشابك لفاته مع خطوط المجال اللي احنا مش شايفينها للمغناطيس اللي بيقترب. وأثناء التقريب الملف ده غصب عنه بيعمل عملية قطع لمجال المغناطيس، لكن كرد فعل، حتى الطبيعة بتبقى ليها رد فعل، كرد فعل المجال بيزعل ان الملف دون قطع المجال، اتقطع المجال عن طريق اللفات، فيبدأ يأثر بقوة على الكترونات الملف، فتبدأ تنتقل الكترونات الملف من نقطة، وتبقى النقطة دي مش موجود فيها الكترونات، فبتبقى موجبة الجهد، وتروح الالكترونات تتكون في حتة تانية فتبقى سالبة الجهد. اذا نشأ فرق جهد بين الطرفين، وده من ضمن أسباب مرور تيار الكهربي، وجود فرق في الجهد. طيب ليه أثناء التقريب؟ لأن وانت بتقرب، احنا دلوقتي عندنا، فاحنا عندنا أثناء التقريب لو تلاحظوا الخط ده لسه ما دخلش خلال الملف ولم يتم له قطع، فأثناء التقريب بتتزايد، هيقرب بالخطوط دي اللي لسه ما جاتش، هيقرب بيها وهتزداد عدد الخطوط المقطوعة. هنا التزايد يعني تغير في عملية القطع، فبينشأ تيار مستحث وقوة دفع كهربية مستحثة. إذا شرط تولد القوة الدفع الكهربية المستحثة إن هذا الملف يقطع مجال متغير، يعني لازم الخطوط اللي بتقطع دي يا إما تتزايد يا إما تتناقص، وده بيتحقق بس أثناء التقريب وأثناء الإبعاد. لكن أثناء ثبات المغناطيس جنب الملف ده بيؤدي إلى إن العدد الخطوط اللي هتقطع بتبقى ثابتة
لا فيها زيادة ولا فيها نقصان، يعني فيهاش تغير، وبالتالي ده مش هيسبب في تولد تيار مستحث. طيب أثناء الإبعاد والمغناطيس بيبتعد بالخطوط، يبقى هيبدأ يسحب الخطوط اللي موجودة جوه الملف، فإذا كان الملف بيقطع 9 هيقطع 8 هيقطع 7، فهيحدث تناقص في عدد الخطوط المقطوعة، والتناقص تعني تغير، وبالتالي هيبقى في سبب من أسباب تولد القوى الدفع الكهربية المستحثة والتيار المستحث، هو تغير في الفيض المقطوع أو تغير في عدد الخطوط المقطوعة بواسطة لفات الملف. يبقى احنا دلوقتي قدام ظاهرة جديدة اسمها ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. هذه الظاهرة هي ظاهرة تولد تيار كهربي مستحث وقوة دفع كهربية مستحثة في موصل، طبعا لازم تكون في دائرة مغلقة، نتيجة تغير خطوط الفيض التي يقطعها الموصل. طيب هنبدأ بقى نحاول نتعامل مع الأسئلة، ويا ريت محدش يشوف الأسئلة إلا ما يراجع فيديوهات الشرح اللي أنا هسيبها لكم في صندوق الوصف. نبدأ الأسئلة. حاجة مهمة عايزين نعرفها، إن أثناء التقريب مؤشر الجلفانومتر بينحرف في اتجاه معين، وأثناء الإبعاد بيتحرك مؤشر الجلفانومتر في الاتجاه المعاكس. ده يدل على إن التيار المستحث بيختلف اتجاهه على حسب التقريب أو الإبعاد، بيتغير اتجاه التيار المستحث. صفحة 151، سؤال رقم 4. في تجربة فاراداي للحث الكهرومغناطيسي تسديدات الـ EMF في الملف عندنا. نكتب القانون فاراداي EMF بتساوي سالب N في دلتا فاي دلتا فاي، هفك فاي لـ A B ساين سيتا على دلتا T. هي دي كده كل العوامل اللي بتأثر في الـ EMF. طيب هل بقاء المغناطيس ساكن داخل الملف؟ لأ، طب المغناطيس ساكن مش هتتولد ام اف، لان مش هيحدث تغير في قطع خطوط الفيض، يبقى الاختيار ده مستبعد. طب هوصل جلفانومتر مع الملف، ايه اللي هيفرق؟ ده الجلفانومتر مجرد اداه بتشير اذا كان في تغير ولا مفيش، ملهوش علاقه. طيب زياده المسافه بين لفات الملف، مفيش عندي في القانون اي حاجه بتشير للمسافه اللي بين لفات الملف. طيب زياده السرعه، ايوه هو ده الاختيار الصح. طب ايه علاقه مفيش عندي سرعه في القانون بس انا عندي زمن؟ وانا عندي السرعه بتساوي المسافه على الزمن، اذا هنا الزمن موجود، يبقى لما يكون الملف سريع هيبقى زمنه قليل، وبالتالي هتبقى الام اف كبيره، لان العلاقه اللي بين الام اف والزمن علاقه عكسيه. طيب عند تحريك الملف في مجال مغناطيسي تتولد ام اف، يتحدد اتجاهها ليه؟ احنا عندنا دلوقتي الام اف المتولده بتتحدد على حسب قاعدة اسمها قاعدة لينز. يبقى بنقول ايه بقى؟ بنقول احنا عندنا اتجاه التيار المستحث، احنا بنبقى عارفين في الفصل اللي قبل كده الاول والتاني اتجاه التيار كويس جدا. ليه؟ بيبقى عندنا بطارية ليها قطب موجب وقطب سالب، فبيبقى معروف ان التيار بيخرج من القطب الموجب للقطب السالب في خارج البطارية، في الدايرة من الخارج. طيب ما كناش محتاجين قاعدة تحدد لنا اتجاه التيارات، لكن احنا هنا معانا ظاهرة بتولد تيار مستحث بطريقة جديدة، فبالتالي انا مش شايفة لا اقطاب لا موجب ولا سالب، وبالتالي مش عارفة اتجاه التيار ماشي ازاي، فمحتاجين قاعدة تحدد اتجاه التيار. لو طلب مني قاعدة تحدد اتجاه التيار نصبر شوية ونشوف، انت عايز اتجاه التيار في ملف ولا في سلك؟ تفرق؟ ايوه تفرق. لو عايز اتجاه التيار المستحث في ملف هقولك قاعدة لينز، لكن لو عايز اتجاه التيار المستحث في سلك هقول لك قاعدة فيلمنج لليد اليمنى. يبقى أنا عندي قاعدتين بيحددوا اتجاه التيار المستحث، قاعدة لينز وقاعدة فيلمنج لليد اليمنى. أستخدم أنهي؟ على حسب هل هو ملف أم سلك. ملف يبقى قاعدة لينز، سلك يبقى قاعدة فيلمنج لليد اليمنى. ناخد بالنا من الكلام ده كويس. عند زيادة عدد لفات ملف يتحرك داخل مجال إلى ثلاثة أمثال قيمتها، فإن مقدار القوى الدفعة تزداد لثلاث أمثال. يبقى أنا هختار الاختيار رقم ج، لأن عند القانون الـ EMF والـ N علاقة طردية، فلو عدد اللفات زاد لثلاث أمثاله يبقى إحنا دلوقتي الـ EMF هتزداد لثلاث أمثالها. طيب في تجربة الحث الكهرومغناطيسي قوة الدفع المستحثة في الملف لا تعتمد على إيه؟ هل لا تعتمد على التغير؟ لا، بتعتمد على التغير وبتعتمد على الزمن. طيب انا هختار الاختيار مقاومة الملف، فممكن حد يقول لي طب ازاي مس اذا كانت الاي ام اف يساوي سالب ان في دلتا فاي على دلتا تي؟
اللي عايز يعرف تفاصيل القانون والسالب جه منين والكلام ده كله، ده هتلاقوه في فيديوهات الشرح اللي هسيبها ان شاء الله في صندوق الوصف. الاي ام اف بتساوي سالب ان في دلتا فاي عن دلتا تي. الاي ام اف يا مس دي مش بتفك لاي في ار، اي في ار سالب ان في دلتا فاي على دلتا تي، مش هي كده بتتوقف على المقاومه؟ هقول لا، ما هو المقاومه لو زادت او قلت هتاثر في مين؟ هتتحكم في مين؟ هتتحكم في التيار. فلو المقاومه قلت التيار بيزيد وده انها ثابته، لو المقاومه زادت يبقى التيار هيقل وده انها الاي ام اف ثابته. اذا الاي ام اف ما بتتوقفش على الار، امال ايه؟ الار لو زادت او قلت بيقابلها زياده او نقصان في التيار وتظل الاي ام اف ثابته. طيب يبقى انا هختار مقاومه الملف. عند تقريب مغناطيس من الملف اللولبي دائرته مغلقه يتولد ايه بقى؟ هيتولد اي ام اف مستحثه وتيار كهربي مستحث. هيتولد الاثنين مش واحده منهم، هيتولد اي ام اف مستحثه وتيار كهربي مستحث في ملف. السؤال اللي بعده في الشكل المقابل، اذا تضاعفت سرعه حركه المغناطيس باتجاه الملف فاي العبارات خطا؟ عايز العباره الخطا. طيب الاي ام اف هتزداد، ايوه دي عباره صحيحه، لما تزداد السرعه الزمن هيقل والاي ام اف هتزداد. طيب التيار المستحث هيزداد، طبعا التيار المستحث هيزداد. طيب هل الكيو تظل كما هي ام الكيو تزداد؟ مين العباره الخطا في دول؟ اول حاجه ان احنا لازم نخلي الكيو موجوده في طرف لوحدها. طب فين الكيو في القانون؟ اي ام اف بتساوي سالب ان في دلتا فاي على الدلتا تي. ما انا اقدر افك الاي ام اف لاي في ار، واقدر افك الاي لكيو على تي وفي ار. يبقى انا فكيت الاي لكيو على تي، يبقى ظهرت الكيو اهي بتساوي ان في دلتا فاي على الدلتا تي. هنا الزمن هيطير مع الزمن، عايزه الكيو في طرف لوحدها، يبقى كيو بتساوي ان دلتا فاي على الار. طيب ايه اللي هيحدث عند زياده سرعه المغناطيس؟ يعني الزمن هيقل. طب فين هنا الزمن؟ الكيو لا تتوقف على الزمن، الزمن طار اهو، احنا طيرنا الزمن، وبالتالي السرعه هنا مش مؤثره على الكيو، الكيو هتظل ثابته. يبقى ان الكيو تظل كما هي دي عباره صحيحه، اما فين العباره الخطا؟ رقم د هي اللي خطا، الكيو تزداد؟ لا مش هتزداد. امال السؤال لو جالي قال لي معدل الشحنه هيحصل له ايه؟ معدل الشحنه يبقى ساعتها معدل الشحنه يعني كيو على التي، يبقى انا مش هطير التي مع التي. يعني لما اجي افك يبقى انا هفك الاي في الار، هفك كيو على تي، ده اسمه معدل الشحنه. معدل الشحنه يبقى معدل الشحنه ساعتها هيساوي ان في دلتا فاي، وهنا نسيب الدلتا تي عشان هنكتب هنا كيو على تي، دي معدل الشحنه، يبقى نوجد التي دي عشان نظهر التي دي. طيب في الحاله دي هيتوقف على التي، ايوه، يبقى الشحنه لوحدها، الشحنه لوحدها لا تتغير، لكن معدل سريان الشحنة هو اللي بيتغير. يعني ايه معدل سريان الشحنة؟ اللي هو شدة التيار. ما كيو على تي هي الاي، مش الاي بيساوي كيو على تي؟ يبقى دلوقتي لو احنا كتبنا اي، يبقى هنيجي بقى للقانون من اول خالص اهو، هنقول الاي ام اف عبارة عن اي في ار بيساوي سالب ان في دلتا فاي على الدلتا تي. هو بيسألني عن معدل الشحنات، يعني كيو على تي يعني الاي، يبقى الاي بيساوي ان دلتا فاي على الدلتا تي، وتيجي الار هنا، ساعتها الدلتا دي بتتوقف عليها شده التيار، يعني لو الدلتا تي قلت التيار هيزداد. تمام؟ يبقى لو سالني عن التيار، وممكن يسالني عن حاجه بديله للتيار هي اسمها معدل الشحنات او معدل سريان الشحنات، يقصد بيه التيار، لكن الشحنه لوحدها لا تتغير. طب نشوف السؤال اللي بعده، عند حركه المغناطيس باتجاه الملف كما بالشكل، ينحرف الجلفانومتر ازاي؟ طبعا هو المغناطيس رايح جاي، فالمؤشر هيتعرض او الملف هيتعرض لتيار عمال يتغير اتجاهه. التيار اللي بيتغير اتجاهه ده تيار متردد. طيب الجلفانومتر ايه سلوكه مع التيار المتردد؟ احنا عارفين الجلفانومتر بيقيس تيار مستمر، تيارات مستمره ضعيفه. طب لو الجلفانومتر اتعرض لتيار متردد، حاجه من الاثنين، لو كان التيار المتردد تردده ضعيف فهو بيتذبذب يمينا ويسار الصفر التدريج، لو كان التيار اللي بيتعرض ليه تردده كبير هيثبت عند صفر التدريج. طيب التيار اللي احنا بنعمله ده بايدينا يدوي دون، ده تيار متردد صحيح بس هيبقى ضعيف، يعني هنختار الاجابه انه هيتذبذب المؤشر رقم جيب،
هيتذبذب المؤشر الجلفانومتر اذا كان التردد 1 هرتز او 2 هرتز، هيتذبذب يعني هيبقى يمين ويسار صفر التدريج. السؤال اللي بعده، عند وضع ملف ساكن داخل مجال منتظم. طبعا لو الملف ساكن ما بيتحركش مش هيحدث تغير في خطوط الفيض المقطوعة، بل هيحدث ثبات في الخطوط المقطوعة، وبالتالي مش هينشأ تيار مستحث. يبقى انا هختار الاختيار رقم ج، لا يتولد اي ام اف مستحثة او تيار مستحث في الملف. السؤال اللي بعده، في الشكل المقابل ينحرف مؤشر الجلفانومتر. طبعا احنا عندنا المغناطيس ده على ملف لولبي، يعني الملف ده هياخده طالع نازل، يتحرك لاعلى ولاسفل لاعلى ولاسفل، وبالتالي هنختار الاختيار رقم ب، هينحرف مؤشر الجلفانومتر يمينا ويسارا بنفس السعه. نلاحظ رقم ج شبه رقم ب، يعني واحده فيهم متكرره. هقول ينحرف مؤشر الجلفانومتر يمينا ويسارا بنفس السعه. السؤال اللي بعده، عندنا ملفين دائريين متماثلين، احدهما من النحاس والاخر من الالومنيوم، معرضان لفيض منتظم عمودي على مستوى المقاومه النوعيه. هنا بيتكلم عن المقاومه. طيب خلي بالكم، المقاومه لو سالك عن الاي ام اف هتقول الاي ام اف ما تتوقفش على المقاومه، لسه احنا قايلين الاي ام اف لا تتوقف على المقاومه. ليه؟ لان لو المقاومه زادت التيار بيقل، وادينا الاي ام اف ثابته. طيب لو المقاومه قلت التيار بيزيد، وادينا الاي ام اف ايه؟ ثابته. طيب بيسالنا هو على القوه الدافعه الكهربيه. لو سالك على القوه الدافعه الكهربيه المستحثه المتولده في ملف النحاس وقوة الدفع الكهربية المستحثة في ملف الألمونيوم، هقول يساوي. طب يساوي ازاي والمقاومة دي غير المقاومة دي؟ ما هو الاي ام اف ملهاش دعوة بالمقاومة. الاي ام اف ليها علاقة بالقطع الخطوط، الملف ده هيقطع خطوط المجال والملف ده هيقطع خطوط المجال، لكن المقاومة أي تغيير فيها هيغير في التيار وتظل المقدار القوة الدفع ثابت. عشان كده في سؤال بعده هيقول لي طيب ايه اللي هيحصل للتيار في الحاله دي؟ احنا هنجاوب ونقول ان التيار، السؤال اهو رقم ب في 13، هنجاوبه بالمره الصفحه اللي جايه اهو. التيار بقى المر في ملف النحاس والتيار المر في ملف الالومنيوم، لا هنا التيار بقى في النحاس هنقول اكبر، يبقى التيار في النحاس هيبقى اكبر من التيار في الالومنيوم. ليه؟ لان مقاومه النحاس اقل، فلما تكون المقاومه قليله يبقى التيار اكبر، يبقى هنا اللي بيتأثر التيار، لكن الـ EMF هي اللي مش هتتأثر. إن شاء الله نكمل في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم.